في الفيديو هذا باش احكيو على الخطوات الاولى للاستثمار في البورصه ومنين نبداو. عدينا من نفوتكم بالحديث. اول ما بديت نحاول نفهم شنو هي البورصه عرفت اللي لازمني نشري اسهم، اما منو كيفاه الله اعلم. كنت كل ما نقرا ارتيكل يقول لك برا اعمل بورتفوليو وابدا، اما انا الحق حتى باش نبدا ما عرفتش كيفاش. عاد هوني بديت نسال وعرفت انه اول خطوه باش نبدا نستثمر في تونس لازمني نعمل ان كونت عند ان انترميديير اون بورس. تو نخلي لكم الليست نتاعهم الكل في الديسكريبسيون. حاسلو باش تحل كونت لازمك تختار ما بين زوز انواع، ولهنا مش نقولكم انا خير خاطر الحاجه هذه تو ديبون من كل عبد كيفاش يحب يبدا يستثمر. اما باش ما نطولش عليكم، عندنا النوع الاول اسمه ان كونت ليبر، وهو كونت نجم تداول به الاسهم وحدك وتكون انت الوحيد اللي عندك الاختيار على الترانزاكسيون اللي تعمل بهم. بلغه اخرى انت الوحيد اللي عندك الاختيار على عمليات البيع والشراء اللي باش تقوم بهم. النوع الثاني واسمه كونت جيري، وين الانترميديير اون بورس نتاعك باش ياخذ كون شارج في لي ترانزاكسيون نتاعك الكل، يعني هو اللي باش يقوم بعمليات البيع والشراء في بلاصتك. وتوا يقول القايل كيفاش باش نحلوا الكونت. الحاسلو بعد ما تختار واحد من لي زانترميديير اون بورس اللي خليتهم لك في الليسته لازمك تتنقل قرب فرع عليه. ينجم يكون عنده فرع باسمه هو، وينجم زاد يكون تابع ان جروب بانكير. دونك وقتها مع اللي كان تكلم الكونسيي بانكير نتاعك اللي هو باش يحطك باغ سويت اون كونتاكت مع الانترميديير اون بورس اللي تابع الجروب نتاعهم. اذا ما تحبش تتعب روحك وتتنقل، حاسلو في تونس فما حاجه اسمها ديمارش اون ليني، وين تنجم تحل كونت وتعمل ديمارش كامله على البلاتفورم تاع الانترميديير اون بورس. الخاصيه هذه ما يوفروهاش لي زانترميديير اون بورس الكل. اون فوا عملت كونت وقتها لازمك تحدد الفلوس اللي باش تبدا بيهم والاستراتيجي نتاعك، وهذا باش يكون موضوع فيديو نتاعنا الجاي. وتوا مابقى كان نقولكم باي باي واتري بيانتو.